السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جاية لكم بريفيو عن لوسيون بروتيكا. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، جميل جدا، القوام بتاعه جميل جدا، اخف من الكريم، يعني لطيف جدا على البشرة. طبعا ممكن نقول عليه لوشن لان بيبقى القوام بتاعه جميل جدا، حلو جدا للاطفال. هو اساسا معمول علشان الاطفال، بيعتني بالاطفال وبشرة الاطفال، تمام؟ يبقى اكيد هيبقى حلو جدا للكبار في الاستخدام يا جماعة، تمام؟ طبعا ده مفيد جدا، طبعا هو ملطف للبشرة، لمنطقة الحفاضة، عشان طبعا التسلخات الجلدية اللي بتحصل نتيجة الحفاضات بالنسبة للاطفال. وطبعا الكمية بتاعته بسم الله ما شاء الله معانا كده 120 ملي اهو كده، تمام؟ 120 ملي، يعني ما شاء الله كمية مناسبة وحلوة جدا، تمام؟ بالنسبة للخواص بتاعته او المحتويات اللي هو بيحتوي على ايه، تمام؟ او التركيبة بتاعته عبارة عن ايه؟ طبعا في اكسيد الزنك، تيتانيوم، داي اكسيد، جلسترين، سيتراميد، خلاصة كاموميل، خلاصة الشاي الأخضر، تمام؟ طبعا بروتيكا يتميز باحتوائه على مادة أكسيد الزنك التي تعمل على تخفيف التهيجات والحكة الجلدية وتخفيف الآثار الناتجة عن التسلخات. بروتيكا يحتوي على مادة الجلسترين ذو التأثير الملطف والمرطب للبشرة عن طريق المحافظة على مستوى الماء في الجلد، لذلك فهو يحمي الجلد من الجفاف والتشققات. بروتيكا يحتوي على خلاصة الكاموميل التي تساعد في تخفيف حالات التسلخات الناتجة عن حفاضات الأطفال. دواعي الاستعمال: يكسب البشرة نعومة وجاذبية. بروتيكا ذو فاعلية في ترطيب البشرة الجافة مع إعادة النضارة والحيوية إليها. طريقة الاستعمال: مرتين يوميا ما لم يوصف بغير ذلك. طبعا ممكن احنا بنروح للصيدلية بنجيبه، مش شرط ان احنا بنجيبه مثلا بروشتة او بكشف يعني، تمام؟ لان هو جميل جدا وامن جدا، مفهوش اي حاجة مضرة يا جماعة. طبعا انصحكم بيه ما شاء الله. طبعا ده كمان علاوة على الكلام كله اللي انا قلته، كمان ممكن نستخدمه كواكب الشمس بجميل جدا، او الحروق بتاعت الشمس. وكمان في منه بخاخ، تمام؟ بيبقى سبراي كده، هو بيبقى هوريكم دلوقتي على الشاشة صورة للي هو البخاخ او السبراي، تمام؟ طبعا جميل جدا الاتنين في منتهى الجمال، بس طبعا ده بيبقى القوام بتاعه كريمي كده، بيبقى في منتهى الجمال زي اللوشن، تمام؟ جميل جدا وريحته محببة جدا كمان. طبعا حلو جدا لحمون النيل، حلو جدا للدغ الحشرات، قرص الناموس حلو جدا، بيساعد على تخفيف الآلام بسرعة ما شاء الله. اتمنى يكون الريفيو بتاعي عجبكم، يا ريت لو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو وتشيروا الفيديو عشان غيركم يستفيد، لان هو حقيقي يستاهل التجربة. طبعا السعر بتاعه 45 جنيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.